قال رحمه الله: ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟ هذا أيضا من عواقب الذنوب، تعسر الأمور، كل ما دخل من في باب من الأبواب وجده مغلق ويجد أموره متعسرة، وما علم أن هذا التعسر من عواقب ذنوبه، من عواقب ذنوبه وآثامه وخطاياه. وانظر إلى استدلال ابن القيم على هذا المعنى بقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا نظير استدلاله المتقدم على أن المعاصي مجلبة للفقر، واستدل على ذلك بماذا؟ ومن يتق الله يكفر يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاستدل بها على هذا المعنى. قال: إذا كانت التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، وإذا كانت التقوى مجلبة للتيسير فتركها مجلبة لماذا؟ التعسير. إذا كانت التقوى مجلبة للتيسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والآيتان كلاهما في سورة الطلاق، فكذلك ترك التقوى مجلبة للتعسير.